رجعنا لكم انتم تسمعوا في البريماتينال على اكسبريس اف ام 46 دقيقة، موعدكم بالضبط في لمحة عامة على أهم الأحداث المنتظرة لليوم. اليوم معنا إنصاف لرفقة تنديدا بقتل النساء، الديناميكية النسوية المستقلة تنظم وقفة احتجاجية ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكيف على الساعة 9 متاع الصباح. اليوم زاد تعتزم شركة النقل بالساحل القيام بحملة صيانة مبرمجة لحفلاتها في الفترة الصيفية استعدادا للعودة المدرسية، وبالخصوص هذا ترغب في انتداب العديد من الأعوان الفنيين الموسميين باش تكون هذه اليوم آخر أجل لقبول الملفات. مكتب تنفيذي موسع اليوم الأربعاء 24 مايو في قاعة الاجتماعات بدار الاتحاد الجهوي للشغل مع 10 متاع الصباح برئاسة الأمين العام المساعد منعم عميرة، باش يكون الوضع النقابي العام جهويا ووطنيا من أهم المواضيع المطروحة. اليوم زاد الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة، 4000 عرض شغل متوفر في قطاع السياحة، باش تكون اليوم هذا في سوسة تقريبا على مدار يوم كامل، مدار 24 ساعة بمقر دار الشباب. وكالة تونس أفريقيا للأنباء تتسلم اليوم برئاسة رابطة وكالات الأنباء المتوسطية. اليوم بدار الشباب بسوسة كما قلت فما عرض لأهم العروض الشغل المتوفرة في قطاع السياحة، اليوم تنفيذ لإضراب احتجاجي عن العمل كامل اليوم 24 ماي بمستشفى الياسمينات، ذلك تنديدا لعدم فرض أو تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الإشراف والعاملين بالمستشفى هذا. اليوم وزير الشباب والرياضة يعطي إشارة الاختتام تاع فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة في نسختها الأولى بتونس. وختاما في إطار التعاون الثنائي التونسي الإيطالي لمقاومة الانقطاع المدرسي بإشراف من وزير التربية محمد علي البغديري، باش يتم الإشراف على موكب استلام مجموعة من وسائل النقل المدرسي وتجهيزات النقل بمدرسية اليوم كما قلت 24 ماي مع 8:30 متاع الصباح بالمخازن المركزية بمقرين من ولاية بنعروس. تقريبا كانت هذه اهم الاحداث المنتظره لليوم 24 ماي، احنا مازلنا مواصلين في البخيم.